التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وبوجود قوات الحكومة الشرعية اليمنية حققوا انتصارا كبيرا جدا على ميليشيات الحوثي في 72 ساعة الماضية في الداخل اليمني. وإذا ما أردنا أن ندخل إلى تفاصيل هذه المعركة وهذا الانتصار والتقدم الذي جرى طبعا كما تحدثنا في الثلاثة أيام الماضية، كما نلاحظ هنا هذه هي الأراضي اليمنية، وهنا بهذه النقطة الحمراء التي ترونها هي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وهذه هي مأرب وهذه هي محافظة شبوة. بالنسبة لعملية التقدم التي تمت ولحد الآن وحتى هذه اللحظة طبيعة السيطرة للحكومة الشرعية وللحوثيين هي تأتي تقريبا بهذا الشكل الذي طبعا ترونه أمامكم بهذه الطريقة، بهذا الشكل تقريبا هم يسيطرون، هنا الحكومة الشرعية وهنا الحوثيين طبعا. ودعونا نذهب مباشرة هنا هذه النقطة الفاصلة التي تحدثنا عنها التي هي تفصل طبعا شبوة ومأرب، دعونا نذهب إلى شبوة ولنلاحظ ما الذي يجري من معارك كبيرة جدا هي تجري حتى هذه اللحظة والأخبار تتحدث وهي محدثة بشكل مستمر. هنا كما نلاحظ بهذا الاتجاه تأتي السيطرة، إذا ما أخذنا هذه الخارطة السيطرة كانت بهذا الشكل بالنسبة للحكومة الشرعية، هنا الحكومة الشرعية هنا الحوثيون. المشكلة الحقيقية التي كانت موجودة في شبوة هي إلى غرب محافظة شبوة في نقطة هنا اسمها عسيلان وهنا بيحان وهنا مديرية عين، هذه النقاط الثلاثة هي التي كان يسيطر عليها الحوثيون من شبوة ومن محافظة شبوة. على هذا الأساس اتخذوا قرارا مهما جدا بالنسبة للتحالف العربي وكذلك بالنسبة للطرف المهم الموجود على الأرض ألا وهي ألوية العمالقة التابعة إلى الحكومة اليمنية، واتخذوا قرارا مهما جدا بأننا يجب أن نحرر هذه المناطق. على هذا الأساس هم بدأوا بعملية الهجوم على الأرض واستمرت هذه العملية لمدة 10 أيام بمساعدة التحالف العربي، وفي 24 ساعة التي سبقت عملية التقدم على هذه النقاط التي سترونها الآن كان التحالف العربي يضرب ضربات دقيقة للغاية، قاموا بحسب وكالة الأنباء السعودية ب37 غارة على المواقع التي يتواجد فيها الحوثيون، أدت هذه الضربات الجوية وحدها من دون ما يتم على الأرض إلى مقتل 230 عنصرا من ميليشيات الحوثي بالإضافة إلى حرق 25 عجلة تابعة إلى الحوثيين في خسائر كبيرة جدا، وهذا ما ساعد مباشرة ألوية العمالقة أن تتقدم إلى عسيلان، حررت عسيلان بالكامل وتوجهت بهذا الاتجاه، وبعد ذلك تقدمت إلى هذه النقطة المهمة ألا وهي مديرية بيحان بهذا الاتجاه، وبعدها أطبقوا لتحرير هذه المنطقة المهمة ألا وهي مديرية عين، وبالتالي سيطروا بالتمام والكمال وحرروا محافظة شبوة من كل عمليات السيطرة التي كانت هي موجودة من قبل الحوثيين، وكان انتصارا كبيرا بهذه السيطرة الكبيرة التي نلاحظها هنا بهذا الاتجاه كما تلاحظون من هنا. طبعا مأرب التي نتحدث عنها هذا الانتصار يعتبر استراتيجيا وسيزيد الزخم على ما يمكن تحقيقه في مأرب طبعا، وبالتالي بعد هذا الانتصار وبعد هذا التحرير الكامل لمحافظة شبوة والانكسار للحوثيين بهذا الاتجاه، مباشرة جاء المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي وظهر بهذا الشكل في مؤتمر صحفي في محافظة شبوة التي تم تحريرها، ومحافظ شبوة أعلن التحرير بشكل كامل، وبالنسبة للسيد المالكي مباشرة مع هذا الإعلان أعلن أيضا بدء عمليات عسكرية جديدة وأطلق عليها حرية اليمن السعيد، وهذا من أجل ليس فقط زيادة الزخم الانتصارات الذي يتحقق في هذه الجبهات، ولكن هو من أجل قضية مهمة جدا استراتيجية ممكن جدا أن تؤثر على هذا الانتصار الذي تحقق يحاولون أن يمنعونها بشكل مباشر. فلذلك إذا ذهبنا هنا بشكل مقرب إلى المعارك التي تحدث بهذا الاتجاه، طبعا مناطق السيطرة هي جاءت بهذا الشكل بعد عملية تحرير شبوة بالكامل، هذه هي النقاط التي نتحدث عنها. المشكلة التي بدأوا يتعرضون لها بعد عملية التحرير وتحديدا في مديرية عين هنا بهذا الاتجاه بدأت تتعرض إلى ضغط كبير من قبل الحوثيين، الحوثيين بدأوا يضغطون عليها من نقطة هنا اسمها مديرية حريب، هي التي بدأت تضغط زخم بشري كبير ضرب بالمدافع من الحوثيين، بدأوا يأتون هنا من عقبة القنذع ومرتفعات القنذع التي هي تعتبر جزءا مهما جدا
من حقيقة البيضاء وتحديدا من النعمان الموجودة في محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بدأوا يضغطون وبدأوا يحاولون السيطرة على هذه المديرية من أجل التقدم مباشرة إلى بيحان وبعدها إلى عسيلان بهذا الاتجاه وإعادة السيطرة على المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. وهذا الزخم لا يأتي من فراغ بالنسبة لهذه المديرية، لا أبدا، بل إن هنالك طريق إمداد كبير يتمتعون به. وهنا طبعا هذه النقطة تمثل الملعى، وهنا مرتفعات الملعى التي يسيطر عليها الحوثيون، وهذا يرتبط بطريق إلى هذه النقطة اسمها الجوبل، وهذه النقطة أصلا تأتي بطريق بهذا الاتجاه يستخدمه الحوثيون لهذا الإمداد الذي نتحدث عنه، وكذلك طريق يمتد وصولا إلى مأرب يقطع هذه الجبال ألا وهي جبال البلق، البلق الشرقي والبلق الأوسط، وهنا طبعا منطقة العمود. فلذلك الحوثيون يستخدمون هذا الطريق للضغط بهذا الاتجاه، للضغط بهذا الاتجاه، وكذلك بالضغط على مديرية عين التي حاولوا من اختراقها. لذلك ولهذا السبب أعلن السيد المالكي عملية أنه يجب أن نبدأ بعملية عسكرية، وهذه العملية العسكرية تأتي للحفاظ على المكتسبات التي تحققت هنا في مديرية عين وفي شبوة بشكل عام. على هذا الأساس بدأوا يضغطون على مديرية حريب ودخلوا في مساحات شاسعة، حتى هذه اللحظة قبل دقائق من الآن الأنباء تتحدث بأنهم دخلوا إلى عدد من المناطق الموجودة ومساحات واسعة من مديرية حريب، ولكنهم لم يدخلوا إلى المركز حتى هذه اللحظة. وكذلك أنهم بدأوا يضغطون على هذه النقطة ألا وهي المتمثلة، هي نقطة تقطع الطريق بين الملعى وبين حريب، وهي نقطة مهمة جدا اسمها اللصاد. وكانت هنالك أنباء أيضا قبل دقائق من الآن بأن التحالف العربي قام بضربة كبيرة في هذه النقطة اللصاد وأثرت على الحوثيين وتجمعات الحوثيين، وهنالك اشتباكات كبيرة في هذا الاتجاه. المهم هو قطع الطريق من أجل محاصرة حريب بهذا الاتجاه من مديرية عين وكذلك من هذه اللصاد التي نتحدث عنها، وبالتالي يتم التحرير المباشر لهذه النقطة. ولكن الأمر خطير للغاية، كانت هنالك أيضا أنباء تتحدث بأن هنالك عمليات بهذا الاتجاه في مأرب، هذا هو طبعا الطريق القاطع، هذه هي شبوة وهذه هي مأرب، هنالك معارك أيضا في الفليحة بهذا الاتجاه بدأت مع إعلان هذه المعارك التي نتحدث عنها. الأهم في هذه القضية، الخطورة في هذا الموضوع، أن الإمداد لا زال مستمرا بالنسبة للحوثيين من أجل الضغط، الدفاع عن حريب وكذلك الدفاع عن اللصاد، وهي التي لحد هذه اللحظة تجري في هذه المناطق. على هذا الأساس ويجب أن ننتبه بأن الخطة واضحة، دعونا ننتصر، الخطة واضحة بالنسبة للتحالف العربي وبالنسبة للحكومة الشرعية، هي السيطرة على هذه النقطة، وهذه النقطة هي الجوبة كما تحدثنا. لماذا؟ لأن التقدم من الفليحة بهذا الاتجاه بمساعدة التحالف العربي وبحقيقة أنها ليست منطقة جبلية، بسرعة إلى رأس العين وبسرعة أو عفوا رأس الريش، وهي هذه طبعا معسكر اسمه رأس الريش، يتوجهون إلى الجوبة بهذا الاتجاه مع طريق قادم من هذا الجبل ألا وهو جبل البلق الأوسط ليسيطروا على العمود باتجاه واحد بطريق واحد من هنا ومن هنا ليتقدمون ليسيطروا على جوبة، وبالتالي قطع الطريق بالكامل، وبالتالي السيطرة على الملعى والسيطرة على هذه الجبال، وبالتالي تأمنت شبوة وليس هذا فحسب، بل إنه أيضا تأمنت مأرب. كل هذه المعارك الكبيرة إذا ما تحقق هذا الأمر ستتأمن مأرب، وكل هذه المعارك التي كانت تجري تذهب بانتصار كبير للغاية. لذلك على الأرض هنالك انتصار واضح جدا حتى هذه اللحظة، تقدم كبير وضاغط، وأن حريب إذا ما سقطت هي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحرير بالأحرى من ميليشيات الحوثي، سيتقدمون إلى مديرية اسمها مديرية العبدية، وبالتالي التقدم أيضا كله واضح جدا، هو يتوجه مباشرة إلى تحرير مأرب، الحفاظ على المكتسبات والتوجه مباشرة إلى محافظة صنعاء، إلى صنعاء، إلى المركز بهذا الاتجاه. فلذلك إذا ما ألقينا نظرة على هذه الخرائط بهذا الشكل أو الخريطة لليمن، فشبوة الآن هم مسيطرون عليها، المعارك تجري بهذا الاتجاه في مستوى مأرب، وبالتالي السيطرة على مأرب هنا. ويجب أن ننتبه أيضا أن البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون الآن أصبحت تحت المطرقة، لأن أبين ممكن يضغطون منها الحكومة الشرعية ومن شبوة كذلك، ولكن واضح الهدف، دعونا نحرر مأرب بالكامل من السيطرة الحوثية ونبدأ باقتحام محافظة صنعاء إلى الوصول إلى السنتر. مكتسبات سياسية كبيرة جدا ممكن أن تتحقق مع هذا التقدم الذي نتحدث عنه والذي يجري من التحالف العربي، ضغط عالي جدا، ومن القوات الحكومية الشرعية التي تؤدي أداء كبيرا إذا كانت من القوات الحكومية
الحكومية الشرعية أو ألوية العمالقة أو حتى المقاومة الشعبية. تقدم كبير بهذا الشكل الذي نتحدث عنه، هذا الانكسار الذي يجري الآن في اليمن بالنسبة للحوثيين يصاحبه أيضا قضايا تجري في الأوساط الأمريكية في 72 ساعة الماضية، وهي تتحدث أنه كيف نكسر الميليشيات الموالية لإيران الموجودة في الداخل السوري. وهذا طبعا هو يأتي من قبل الناشونال انترست التي اقترحت على جو بايدن بأن عليه تغيير سياسته بالكامل، يجب أن يغير سياسته بالكامل في سوريا وفي سوريا، وأن لا يهدف إلى عملية إسقاط نظام بشار الأسد أبداً، لأن مكتسبات كبيرة جداً ممكن أن تتحقق من نظام بشار الأسد. فقالت بصريح العبارة الناشونال انترست مثلما أوباما اتفق مع الإيرانيين في عام 2015 للاتفاقية النووية التي نرى مفاوضاتها الآن، ومثلما تفاوض دونالد ترامب مع كوريا الشمالية، بل إنه ذهب إلى كوريا الشمالية، فعليك يا بايدن إذابة الجليد مع الرئيس السوري بشار الأسد، لأن الحلول تكمن بيد بشار الأسد. فباختصار هي ترى الناشونال انترست بأن رفع الضغط الموجود ورفع الحصار على نظام بشار الأسد هو سينهي مباشرة الميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة، خاصة وأنه استلم الضوء الأخضر بعد اتفاق روسيا وإسرائيل، استلم الضوء الأخضر لإنهاء الميليشيات. وكان هنالك أحد أهم قيادات الحرس الثورية الإيراني مؤخرا هو طلب من إيران أن ينسحب، وفعلا انسحب إلى الداخل العراقي وانسحب بعد ذلك إلى إيران مباشرة. وبالتالي سيتم القضاء، الناشونال انترست ترى هكذا، بشار الأسد بحكومة مستقرة يقضي مباشرة على الميليشيات، يقضي على المشاكل والصراعات والهجمات المستمرة من تركيا على الكرد، وكذلك الكرد سيكونوا سعداء والأتراك سيكونوا سعداء والإسرائيليين سيكونوا سعداء، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ستكون سعيدة في حالة أنه رفع الضغط من نظام بشار الأسد، لأنها ستحل الكثير من الأمور حتى على مستوى تنظيم داعش، لأنه بدأ وممكن أن يطلب من دول العالم أن تأتي لمشاركته أو يزيد طبيعة التعاون على أي مستوى من المستويات من أجل القضاء على داعش. وبالتالي الميليشيات الآن في هذه المعادلة، تحدثنا عن اليمن والانكسار الذي يجري مع هذه الترتيبات التي تتحدث عنها الآن الناشونال انترست والتي ممكن جدا أن تحدث، وكذلك الميليشيات الموجودة في الداخل العراقي هي أيضا تتقهقر شيئا فشيئا، لديها مشاكل سياسية، انخفاض في الشعبية كبير جدا، وهذا طبعا يعني بالنسبة للإيرانيين أن أداتهم المهمة ألا وهي الأذرع الإيرانية بدأت تذهب وأصبحت أمام حقيقة واقعية بالنسبة لإيران، ألا وهي بقاء فقط الصواريخ البالستية وحتى قضية الأمور النووية التي يهدفون إليها. بغض النظر إذا نجحت المفاوضات أو لم تنجح، الأمور هي تحل بهذا الشكل، دع المنطقة تحل مشاكلها بنفسها يا جو بايدن، هذا الذي تقوله الناشونال انترست. وحتى التقارب الخليجي مع الرئيس السوري بشار الأسد رحبت به الناشونال انترست، بل رحبت به أيضا طرف غير متوقع ألا وهي إسرائيل، هي رحبت بهذه القضية يوم أمس من قبل صحيفة يدعوت أحرنوت بهذه التغريدة، وقالت الآتي: قال مصدر إسرائيلي رفيع أن إسرائيل ترحب بالتقارب الأخير المتجدد بين سوريا ودول الخليج، هنالك فرصة لتقليص الوجود الإيراني في سوريا خلال هذا العام، واضح الهدف الخلاص من الأذرع الإيرانية. وهذه طبعا تتطابق تماما مع سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ألا وهي أنه دعني أنسحب من المنطقة، دعنا ننسحب. هنالك كاتبة مهمة جدا وصحفية ألا وهي كارلا باب، وهي مراسلة البنتاغون لدى طبعا الفويس أوف أمريكا، كتبت يوم أمس قضية مهمة جدا، وثقت قضايا من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في الفويس أوف أمريكا بهذا الشكل، ووضعت جدولا حصريا بهذه الطريقة توضح عددا من التفاصيل المهمة، قارنت بين ما جرى في عام 2020 و2021 من العمليات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في العالم بأجمعه، ووجدت بأن هنالك انخفاضا كبيرا، 660 غارة في آخر سنة لدونالد ترامب على أفغانستان أصبحت 372، نفس القضية في العراق وفي سوريا 255 عملية وضربة جوية بالنسبة للأمريكيين في العراق وفي سوريا في فترة ترامب، 128 في فترة جو بايدن، انخفاض كبير في الصومال كانت 72 أصبحت 10 في 2021، وبالتالي انخفاض التوتال لهذه العمليات من 987 عملية إلى 510 عملية. وبالتالي هنا نتحدث عن أن واضح إدارة بايدن تريد الانسحاب، تخفيف الأمور، سحب المنظومات الدفاعية، دع الأمور تحل نفسها، ودع أهالي هذه الدول أن يحلوا هذه المشاكل، و
صدق أو لا تصدق، هنالك مواقع وأوساط أمريكية تجد بأنه يجب أن يتم الانسحاب من المنطقة، ليس بالطريقة الأفغانية ولكن بطريقة أفضل، ولكن يجب أن ننسحب بشكل عام. Five Pillars UK كان لها رأي أيضا يوم أمس بهذا الموضوع متعلق بالعراق، وقالت الآتي: كان الرئيس محقا في إنهاء حرب أفغانستان على الرغم من شكاوى المحاربين القدامى على جانبي الممر في الكونغرس، وعليه أن يفعل الشيء نفسه في العراق. ولذلك هذه القضية واضح جدا بأننا أمام تغير كبير جدا يجري في المنطقة، وبأننا أمام تحولات كبيرة جدا قد نرى الكثير من تحولاتها على المستوى الاستراتيجي. فالانكسار في اليمن قد يعني الشيء الكثير مع التحولات السياسية الأمريكية في سوريا، قد يعني تغير المعادلة بالكامل. إن نجحت المفاوضات أم لم تنجح؟